بداية، استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي السيد بريت ماكورغ، الذي كان مرفوقا بالمساعدة الرئيسية لنائبة كاتب الدولة الأمريكي لشؤون الخارجية السيدة يائيل لومبرت. حضر اللقاء عن الجانب الجزائري السادة رمطان العمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بومدين بن عتو مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن، اللواء مهنا جبار المدير العام للوثائق والأمن الخارجي.